بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد هو سبازموفين. سبازموفين حقن لعلاج المغص الكلوي والتقلصات الكلوية. المادة الفعالة هي كيتوبروفين، يحتوي على الكحول البنزيلي. مادة الكيتوبروفين تعتبر مثبط قوي للإنزيم المخلق للبروستاجلاندين، وهو مسكن فعال في ذات الوقت. اول حاجة هنتكلم عليها ايه هي مكونات سبازموفين. سبازموفين يتكون من مادة الكيتوبروفين تركيز 100 ميلي جرام، هي مادة مسكنة للألم، ومادة فعالة اخرى اسمها بروميد بوتيل الهيوسين تركيز 20 ميلي جرام، ومواد غير فعالة في الدواء زي الكحول البنزيلي والارجينين وحمض الستريك والبروبيلين. ايه هي دواعي استعمال سبازموفين؟ حقن امبولات. يستعمل سبازموفين حقن امبولات لعلاج التقلصات وعلاج حالات المغص الحاد الكلوي الحاد والصفراوي. ايضا تشخيص التمييزي في حالة الانسداد، في القنوات الكلوية. ايضا يستعمل كخافض للحرارة ومسكن للألم، أيضا تقليل للألم في حالة عمل الأشعة على منطقة الحوض، أيضا يستعمل كمسكن في حالة عمل المنظار، أيضا يستعمل في حالة الاثنى عشر المعدي. إيه هي حقنة سبازموفين للقولون؟ طبعا لا يجب استعمال سبازموفين للأشخاص اللي عندهم تضخم في القولون، لأن حقن سبازموفين لو أي شخص عنده تضخم في القولون وخد سبازموفين هتسبب له هتسبب له مشاكل صحية. بالنسبة للدورة الشهرية عند السيدات، يمكن استعمال سبازموفين لتخفيف ألم الدورة الشهرية. تتكون الحقنة من كيتوبروفين وسكوبرامين بوتيل هيدروكسيد. يعمل كيتوبروفين عن طريق تثبيت إنتاج البروستاجلاندين اللي هو بيسبب ألام وتورمات، وهي مواد كيميائية تسبب الألم والالتهاب. يعمل سكوبرامين بوتيل هيدروكسيد عن طريق منع انقباضات العضلات المنساوية، يساعد على تخفيف تقلصات الدورة الشهرية. بالنسبة للمغص الكلوي، فعالة المغص الكلوي ينتج ألم عن مرور الحصوة في الحالب، ويؤدي طبعا الحصوة بتبقى كبيرة، فعشان تمر في الحالب ما بتقدرش تمر، الحالب ضيق، فعشان هو الحالب ضيق فبتعمل ايه؟ بتعمل الام نتيجه مرورها، بتقف في السكه، فده بيؤدي لالام جامده اسمها الام المغص الكلوي. فبيؤدي يؤدي سبازموفين لمرور الحصوه الى تهيج العضلات. طبعا بعد ما تتهيج العضلات الملساء نتيجه ان الحصوه كبيره وما بتش قادره تمر في الحالب، فده بيؤدي لتقلصات مؤلمه والام شديده. فسبازموفين بيعمل ايه بقى؟ منع تقلصات العضلات المنساء ويساعد لتخفيف الالم، لكن هو ما بيخليش الحصوه تمر ولا حاجه ولا خلاها تعدي، لا هو بس بيخلي ما تحسش بالالم، مسكن يعني. جرعه سبازموفين، حقنه سبازموفين لا يمكن ان توصف الجرعه الا من خلال الطبيب المعالج والتشخيص المناسب للحاله، لأن كل حالة لها جرعة وتوقيت وطريقة استعمال. في العادة تكون الجرعة للبالغين من 1 إلى 2 أمبول يوميا عن طريق العضل، وتختلف الجرعة من شخص لآخر باختلاف الحالة، ويجب أن يكون وصف العلاج عن طريق الطبيب. طيب الحقن دي بتتاخد عضل ولا وريد؟ طبعا يتم استعمال هذه الحقن زي ما قلنا في العضل فقط، وتستعمل الحقن العضلية عادة عندما يكون من المهم امتصاص الدواء ببطء في مجرى الدم ببطء، لان لو حقن وريد معنى كده ان هي هتخش على طول الجسم مباشرة، لكن لو عضل لسه دي هتخش فين؟ في العضل، وبعد كده عبات ما تعمل المفعول بتاخد وقت. اما وريد بتخش على طول في مجرى الدم وبتتوزع بسرعة في مسافة 5 دقائق، بتبقى موجودة في في كل انحاء الجسم. ده الفرق بين حقن العضل وحقن الوريد. ايه الاثار الجانبية لحقنة السبازموفين؟ اثار جانبية زي زيادة ضربات القلب واحمرار الوجه وشعور بالدوخة وزيادة في العرق وجفاف الفم وشعور بحرقان
مكان الحقن واحتباس البول، ايضا ارتباك شديد وحالة نفسية ولكن تحت ظروف معينة. ما هي الاحتياطات وموانع استعمال سبازموفين؟ طبعا لكل دواء احتياطاته وموانع استعمال يجب اتباعها حتى لا يتعرض المريض لمشاكل صحية. يمنع استعمال سبازموفين للمرضى اللي عندهم حساسية زائدة من مكونات سبازموفين. يمنع استعمال سبازموفين للاشخاص اللي عندهم قرحة المعدة او ثقب معوي او نزيف في المعدة. ايضا لا يستعمل سبازموفين للاشخاص اللي عندهم كسور في وظائف الكلى وكسور في وظائف الكبد. ايضا يمنع استعمال سبازموفين مع مرضى القلب، ويمكن استعماله للمرضى اللي بيتناولوا ادوية مضادة للتجلط اللي هي ادوية السيولة. ايضا يمنع استعماله لاطفال اقل من 18 سنة اقل من 13 سنة ولا يستعمل لحديث الولادة. يمنع استعماله ايضا في فترة الحمل وفترة الرضاعة الطبيعية لانه بيسبب اضرار للطفل الرضيع والطفل الجنين. ايضا يمنع استعماله في حالة وجود تضخم في البروستاتا واحتباس في البول وانسداد معوي. ايضا يمنع استعماله للاشخاص اللي عندهم تضخم في القولون او جلوكوما او زيادة ضربات القلب. ايضا يمنع استعماله في حالة ضيق الحركة في منطقة القناة الهضمية. بالنسبة للسيدة الحامل يمنع استعمال أمبولات سبازموفين في فترة الحمل وخصوصا في آخر 3 شهور حتى لا يحدث تسمم للجنين، لأن المواد الفعالة تنتقل بشكل سريع لطفل الجنين في بطن أمه وتلحق به الأذى وتسبب له أضرار صحية جامدة. طبعا في سيدات حوامل بيكبروا دماغهم وبياخدوا حقن عشان خاطر الألم اللي عندها بيروح، وفي الآخر تلاقي الطفل اتصاب وربما يحصل تسمم للجنين تسمم للحمل ويموت الطفل. بالنسبة للأطفال لا يجب استعمال سبازموفين للأطفال لأنها تحتوي اللي أقل من 13 سنة لأنها تحتوي على نسبة من الكحول البنزيلي، وده ممنوع على الأطفال المبتسرين وحديث الولادة والأطفال أقل من 13 سنة لأن ده بيعرض حياتهم للخطر مش لما نقول هيسبب لهم مشاكل صحية، لا ده بنقول هيعرض حياتهم للخطر. طيب ايه تفاعل سبازموفين مع الادوية الاخرى؟ لو كان المريض بيتناول اي ادوية اخرى في نفس الوقت مع سبازموفين يجب ان هو يخبر الطبيب، لانه ممكن يؤدي الى تفاعلات بين سبازموفين وهذه الادوية وبيؤدي لمشاكل صحية اخرى غير المشاكل اللي انت هتعالجها. ويجب استعمال اثنين او اكتر من مضادات التهاب غير الستيرويدية مع مضادات التجلط زي الوارفارين والجليوسيدات القلبية والمضادات الحيوية منها الكينولين او الزيدوفودين. من الممكن ايضا ان يؤدي مضادات الدوبامين زي الميتوكلوبراميد الى نقص التأثيرات الدوائية على القناة الهضمية. ايضا الهيوسين يمكن ان يحفز تأثيرات تسارع ضربات القلب لعوامل بيتا. ما هو سعر سبازموفين؟ سعر سبازموفين في مصر جمهورية مصر العربية 26 جنيه، وسعر الحقنة الواحدة طبعا 26 جنيه ده ثمن العلبة اللي فيها 3 حقن او 3 امبولات. سعر الامبولة الواحدة 8.5 جنيه. طبعا الاسعار بتتغير، ما حدش يقول لي ده انت بتقول اسعار قديمة من ايام الثورة العربية. طبعا الاسعار بتتغير تمام، لان طبعا الاسعار دي بتعتمد على ايه؟ على المصانع اللي هي مصانع الادويه اللي بتنتج بتجيب المواد الفعاله دي. المواد الفعاله دي برضو غاليه اللي انت بتدخل في تصنيع هذه الادويه، واغلبها اغلب المواد الفعاله اغلب المواد الكيماويه اللي داخله في تفاعل في 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 صناعه هذه الادويه هي مستورده بالدولار. فانت عشان خاطر تعمل الأدوية وتعمل التركيبات بتاع الأدوية وكمصنع أدوية فبتستورد أدوية، فنتيجة تغير أسعار الدولار فبيحصل تغير في أسعار إيه الأدوية، هو ده اللي بيحصل. بديل سبازموفين أمبولات له بدائل زي حقن أفاست فري ودواء فيسرا وعقار سبازمو كيور وبوسكوبان وسبازمو بيرالجين وميبا سبازمين وكولونا وسبازمو فري وماسكولو ريجينيك. طبعا في فرق بين
سبازموفين وكيتولاك. سبازموفين أمبول يستعمل في علاج تكرسات المعدة الشديدة ومعالجة المغص الصفراوي والكلوي، ويستعمل أيضا في التخلص من الألم المصاحبة لحالات الانسداد والتقليل من المغص الناتج عن الخضوع للأشعة على منطقة الحوض. الجرعة للأشخاص تكون عبارة عن أمبول إلى أمبولين. أما كيتولاك فهو يستعمل لنفس الغرض ولكن تعتبر أقوى. أقوى إزاي؟ لأنه بيساعد على تسكين ألم المرارة والكبد ووجع المفاصل الناتج عن الإصابة بالنقرس. ويمكن استعمال كيتولاك بعد الخضوع لعمليات جراحية من أجل تسكين الألم والصداع النصفي. والجرعة تكون من خلال أمبولة واحدة في اليوم في العضل. وحد أقصى الاستخدام حقن كيتولاك هو 5 أيام فقط. دي يجب أن لا يزيد استخدامه عن 5 أيام فقط. طيب في نهاية الفيديو أرجو من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس، وأي استفسار أو سؤال أو تعليق عند حضراتكم اكتبوه في التعليقات أسفل الفيديو. وأرجو من حضراتكم أن أنتوا تشتركوا في القناة لو أنت مش مشترك، وتضغط لايك وتضغط على الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد بنعمله، وتعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.